بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كيف الحال؟ كيف الصحه؟ وكيف المعنويات؟ وكيف المحاضرات السابقه؟ وكيف الهمه؟ احنا لساتنا في الشابتر الخامس اللي هو تبع البريجننسي ريليتد للبريجننسي. خدنا المحاضره الاولى بري كونسبشن كير. نيجي هلا على البري نيتال سكريننج اند دايجنوستس اوف كونجنيتال انوميليز. هاي فكرتها كالتالي، انه احنا بنسوي بعض الفحوصات، بنشيك على الست خلال الفيرست ترايمستر، خلال السكند ترايمستر، وبنتاكد هل الست عندها فرصه انه تخلف طفل في كونجنيتال انوميلي ولا لا، او في عنده كروموزومال ديفكتس ولا لا. شو الفكره منه وليش احنا بنسويه وليش بنهتم فيه؟ عشان ممنوع التيرمينيشن زي ما احنا بنعرف بعد العمر الايج اوف فيابيليتي اللي حكيناه 24 اسبوع. الشغلة الثانية، بنجهز الست نفسيتها انه في عندها طفل داون سيندروم او انه اي اختلال اخر. الشغلة الثالثة، بنحاول احنا كدكاترة انه نولد الست في مركز يقدر يتعامل مع الكومبلين تبع الطفل اول ما ينولد فورا. مثلا لو الطفل بيعاني من خلينا نحكي هارت ديزيز، بهاي الحالة على السريع بنولده في تيرشري كير كونستركشن او سنتر، بيكون عند هذا المستشفى اي سي يو فيها هارت يونت، بحيث انه يتعامل مع الهارت ديفكتس اللي عند الطفل مباشره. فصفت عندي انه انا في عندي ثلاث اهداف انه لازم اسوي سكريننج للاطفال خلال مرحله البريجننسي. اول ما اسوي السكريننج واشوف اي ابنورماليتي في السكريننج تيست، لازم اسوي كونفيرماتوري تيست عن طريق الدياجنوستيك تولز او الكونفيرماتوري تيست. فصفت عندي هاي المحاضره بتنقسم لجزئين، شو السكريننج اللي ممكن اسويها، ولو كانت ابنورمال شو الفحوصات اللي بتاكد لي وجود الابنورماليتي عند الطفل، فبنسميها كونفيرماتوري تيست او دياجنوستيك تيست. تمام، زي ما احنا بنعرف احمد صالح 6 year medical student، الايميل ورقم التليفون. نبدا في introduction بسيطه. هاي الانترودكشن بيحكي لنا شو الاسباب اللي بتؤدي الى اختلالات للطفل خلال الحمل. ممكن اختلالات مرتبطه بالجينات genetic abnormality اللي هو كروموزومال انيبلويدي زي داون سيندروم اللي هو ترايزومي 21 واي ترايزومي اخرى. في ان اختلال في جين واحد، فممكن يكون اللي هو جين متنحي، جين سائد، او ممكن اكس لينكد. ممكن مالتي فاكتوريال، انه يكون عندنا اختلال في الجينات وبالاضافه انه عند الست مرض معين ادى الى تحفيز او زياده اظهار هذه الحاله، زي مثلا الست بتتعرض لانتي ابيليبتيك دراج بتزيد فرصه حدوث، او الليثيوم بتزيد من فرصه حدوث الكليفت ليب اند باليتس. وايضا اللي هو ما اخذتش فوليك اسيد او تاخذ انتي فوليك اسيد اللي هو فوليك اسيد انتاجونست زي ميثوتروكسيت بهاي الحاله، او بعض انواع الانتيبايوتكس بتؤدي الى حدوث نيورال تيوب ديفكتس. ممكن يكون انفايرومنتال فاكتورز هو اللي ادى الى حدوث الجينيتك ابنورماليتي او الكونجينيتال ابنورماليتي. شو يعني شو المقصود في الانفايرومنتال فاكتور؟ شو البيئه المحيطه بالطفل اللي هي الام؟ هل عند الست امراض معينه ولا لا؟ مثلا في عندها بري اكلامسيا، هذا بيزيد من فرصه حدوث اللي هو انترا يوتيراين جروث ريستريكشن، ممكن يصير في عندها ليرنينج ديسابيليتي، المالتيبل بريجننسي وهكذا. ممكن يكون الانفايرمنت، ادويه بتاخذها، ممكن انفكشن تعرضت لها كروس بلاسينتا ودخلت للفيتس وسوت كونجنيتال انوميليز. انون، وهو بيكون الست ما عندها أمراض واضحة، وبنفس الوقت ما في مرض أو المرض اللي عند الطفل مش مرتبط في جين معين، يعني أنون إتيولوجي. بهاي الحالة 50% من الأطفال بنولدوا في أنون إتيولوجي. تمام، بعد ما خلصنا من الانترودكشن ناخد الداون سيندروم. بما أنه أكثر الاختلالات اللي بنولد فيهم الطفل مرتبطة في الكروموسومات هي الداون سيندروم، فبالحقيقة كويس أنه نفرغ لها سلايد ولا اثنين. شو الأطفال الداون سيندروم من شو بشكو؟ بالليرنينج ديسابيليتي، بيكون الـ IQ أقل من المتوسط، فبيكون 40، أقل من نص المتوسط حتى، وبيعانوا من كمان من قصر القامه وكاركترستيك فيشال فيتشر زي انه لوست اير، ممكن يكون اللي هو ايبيكانثال فولدز والشغلات اللي احنا بنعرفها، العينين بعاد عن بعض كمان وهيك.
problem بالvision and the hearing وintestinal malformation زي ما أخذنا في الجراحة جراحة الأطفال مثلا duodenal atresia hairspring disease كلهم مرتبطين مع down syndrome heart disease والcoarctation of the aorta كمان. فرصة حدوث الداون سيندروم تعتمد على شو؟ في إن عاملين أساسيات اللي هو عمر الست وقديش الطفل الجستيشنال ايج اللي هو عنده. والله لو كان عمر الست كبير عند بداية الحمل بتزيد فرصة حدوث الداون سيندروم. فبنحكي إنه فوق ال 35 هي الكت اوف بوينتس اللي بنقدر نحكي إنه لو كان الحالات الست 35 وأكثر بنحكي إنه هذه هاي ريسك إنه تخلف داون سيندروم والنسبة 1 لـ 350 طفل أو 350 حامل واحد منهم أو واحدة منهم لازم تخلف داون سيندروم فالنسبة كتير عالية والنسبة كمان بتقل مع زيادة الجستيشنال إيج فالداون سيندروم ببلش مع عمر جستيشنال إيج بدري تمام. طيب هسا بما إنه بيصير في عمر كبير ومعظم الستات اصلا لما الريبرودكتيف بيريود او الفتره اللي بتخلف فيها وبتحمل فيها بتكون قبل ال 35 فبنتوقع انه معظم حالات الداون سيندروم بيكون الست عمرها اقل من 35 سنه. خليني افهمها بطريقه احصائيات لانه هي احصائيات هاي اكثر ما انها معلومه انه والله بناء على ديتا. يعني خلينا نأخذ مثال، والله جبنا عينة من الستات، هاي العينة عشوائية، تقريبا خلينا نحكي مكونة من 140 ست، 1400 ست خلينا نحكي، 1400 ست، 1400 ست لما قسمناهم حسب الأعمار، لقينا إنه في كلهم حوامل طبعا، لقينا في 100 ست فوق الـ 35 سنة، والباقي أقل من 35 سنة، حلو لهلا؟ لما نيجي نشوف نسبة الداون سيندروم عند الست الأكثر من 35 سنة على مثلا نحكي على 40 بتكون نسبة الداون سيندروم على 40 سنة 1 لكل 100 ست. فصفت عندي من ال 100 ست هدول اللي بالعين اللي أنا سويتها قديش نسبة الداون سيندروم حتكون 1، يعني في عندي حالة داون سيندروم واحدة. نيجي هسا بالمقارنة في ال 1000 احنا حكينا العين 1400 يعني ضايلنا 1300. خلينا نحكي متوسط الأعمار الستات عمرهم 31 سنة، الداون سيندروم على 31 سنة خلينا نعتبره 1 لكل 800 ست. فصفت عندي كم حالة داون سيندروم بهذا المثال؟ حيكون عندي حالتين داون. صفت عندي كعدد الداون سيندروم في الستات الأقل من 35 بيكون أكثر من عدد الداون سيندروم بالستات اللي فوق ال 35 سنة، ولكن كنسبة النسبة كل ما زاد الماترنال ايج كل ما زادت نسبة حدوث الداون سيندروم، ولكن عدد الستات اللي بيحملوا بعد ال 35 بيكون قليل، فلهيك ما بنشوفها او بنشوفها اكثر بلو ال 35 سنة. بتمنى انها تكون واضحة هاي الشغلة. هذا اللي احنا كنا نحكي عنه على عمر بيهمني اعرف على ال 40 اسبوع قديش نسبة حدوث الداون سيندروم، على ال 35 سنة 1 لكل 350 ست حامل، وعلى عمر ال 40 سنة 1 لكل 100 ست حامل. احنا اخذنا المثال على ال 31 سنة وحكينا 800 1 لكل 800 ست. other trisomy زي trisomy 18 وtrisomy 13 هدول السكند والثيرد موست كومون كروموزومال انوميليز، وعادة ما بنشوفهم مش كتير زي الداون لانه بيموتوا خلال الحمل خصوصا في الليت سكند او السكند هاف اوف ذا بالسكند والثيرد تريمستر اللي هو بعد ال 13 اسبوع. نفس الريسك انه كل ما زاد الماتيرنال ايج كل ما زادت فرصة حدوث هدول الترايزوميز، وكل ما زاد الجستيشنال ايج بقل فرصة حدوثهم. نيجي هسه على محاضرتنا. في عندنا سكرينينج بيريودز. السكرينينج بيريودز اللي من خلالها ممكن نسوي سكرينينج تيست بتشمل ثلاث، اما قبل الحمل بري كونسبشنال سكرين، ممكن انتي نيتال خلال الحمل اللي هو هذا محاضرتنا، ونيو بورن سكرينينج بتعامل معه دكتور الأطفال مش إحنا النسائية لأنه بيكون الطفل ولد وبتعامل معه دكتور الأطفال. طيب لمين أنا بدي أسوي السكرينينج تيست؟ بدي أسويه لكل الستات. فكل الستات لازم نسويها أنيبلويد سكرينينج before 20 weeks of gestation تمام؟
وفي ممكن انه نخلي في عنا اوبشنال للانفيسيف تيستينج اللي هو الدياجنوستيك تيست اللي حنجيهم في اخر المحاضره. تمام، شو هم السكرينينج تيست؟ ننتبه، سكرينينج تيست وليس دياجنوستيك تيست، خلينا ننتبه لها، خلينا اكتبها حتى عندي. يعني لما اسوي هدول الفحوصات لازم اتبعهم بكونفورماتوري تيست اللي هو اللي بنسميه دياجنوستيك تيست. تمام، خلال الفيرست تريمستر في عنا شيء اسمه كومبايند تيست. الكومبايند سموه كومبايند لانه بيشمل شغلتين، عينه من دم الام والشغله الثانيه الترا ساوند ميجرمنت. عينه من دم الام بنقيس فيها البيتا اتش سي جي وبنقيس فيها البي اي بي بي اي اللي هو ايش؟ اختصار للبريجننت اسوسييتد بلازما بروتين اي، والالترا ساوند بنشوف النكل ترانسلوسنسي. تمام لهسه حلو. السكند تريمستر في عندنا كوادربل تيست وبناخذ عينه الدم وبنسوي فيها اربع فحوصات. شو هم الاربع فحوصات؟ بنسوي اتش سي جي، بنسوي الانهيبين اي، وبنسوي فيها الالفا فيتو بروتين واليو اي 3 اللي هو انكونجوجيتد استرول، بنسوي ميجرمنت له. تمام حلو. متى بنسويهم؟ بالاسابيع. بالفيرست تريمستر متى بنسوي الكومبايند تيست؟ بنسويه تقريبا ما بين الاسبوع ال11 لل14. الكوادرابل تيست بنسويه ما بين ال15 لل18 اسبوع، وممكن اب تو 22 ويكس. الانتجريتد تيست بنسوي كومبينيشن ما بين الفحوصات اللي بنسميهم بالفيرست تريمستر والسكند تريمستر. الانتجريشن في له نوعين، اما بنسوي فحوصات دم بس فبنسميهم سيرم انتجريشن، فصفت بنسوي كل فحوصات هدول السبعه ما عدا الالترا ساوند ميجرمنت لانه الالترا ساوند مش عن طريق فحص دم، او بنسوي فل اللي هو الفحوصات السبعه كلهم. تمام حلو، نبدا فيهم واحد واحد. الفيرست تريمستر اللي بنسميه كومبايند تيست بنسويه ما بين الاسبوع ال11 لل14، مكون من ثلاثه ماركرز اللي هو البيتا اتش سي جي، البريجننت اسوسييتد بلازما بروتين اي، والالترا ساوند للنكل ترانسلوسنسي، بالإضافة إنه بنحط عمر الست في عين الاعتبار. البوزيتيف تيست شو معناها؟ بوزيتيف تيست خلينا نحكي للداون سيندروم، بما إنه الموست كومن كروموزوم الأنوميليز واللي إحنا عادة بندور عليه، بيكون في معنى البوزيتيف تيست إنه الست عندها القابلية إنها تخلف داون سيندروم بنسبة أكثر من واحد لكل 250 كيس، يعني النسبة كتير كبيرة. لكن لو كان إشي اسمه نيجاتيف تيست معنى ذلك إنه فرصة حدوث داون سيندروم، إنه الست تكون حامل بطفل في معاه داون سيندروم بتكون قليلة. ولكن معنى النيجاتيف تيست هذا لا ينفي وجود الداون، يعني ممكن يكون نيجاتيف تيست وبنفس الوقت هو عنده داون سيندروم. تمام حلو، نيجي هسا على إشي اسمه ديتكشن ريت. قديش السنسيتيفيتي لهذا التست؟ بنسميه شيء اسمه ديتكشن ريت. السنسيتيفيتي بتوصل ل 85% والفولس بوزيتيف بتوصل ل 5%، ولازم نتبع زي ما احنا حكينا. هذا ما بنقدر من خلاله نحكي للست مبارك عندك طفل داون، لا، هذا سكرينينج لازم نتبعه في كونفورماتوري تيست عشان نتاكد من التشخيص تبعنا. طيب شو بصير بالماركرز؟ اول شيء نتفق البيتا اتش سي جي بحالة الداون سيندروم بيزيد أكثر من الطبيعي الضعف. يعني لو اعتبرنا النورمال اللي هو الميديان فهو واحد بنعطيه اللي هو ملتيبل اوف ميديان، والبي اي بي بي اي كمان واحد، الترايزومي بيكون ضعف في الطبيعي فهو 2 تايمز ملتيبل اوف ذا ميديان، بينما البي اي بي بي مهما كان اختلال كروموزوم الانوميلي لازم يقل، فصفت عندي هذا دائما ناقص يعني أقل من واحد، بينما البيتا اس سي جي مختلف حسب شو نوع الترايزومي. بهمنا أعرف الداون اللي هو بيتا اس سي جي بصير الضعف، والبي اي بي بي اي بصير النص. نيجي هسا على اللي هو الالترا ساوند ميجرمنت للنكل ترانسلوسنسي. النكل ترانسلوسنسي شو معناها؟ بنشوف أو النكل شو هو؟ هو عبارة عن كوليكشن للفلويد تحت السكن ما بين طبقة السكن والسبكوتينيس تيشو في النك تبعت الطفل،
في رقبة الطفل، بنشوف الثيكنس تبعتها في المليمتر. تمام، متى بنقيسها؟ بنقيسها بالفيرست تريمستر زي ما احنا اتفقنا، اللي هو ما بين الاسبوع ال11 للاسبوع ال14 عن طريق شو؟ الالتراساوند. هل بنشخصها ديورنج السكند تريمستر؟ جواب لا. ليش؟ لانه عاده الترانسلوسنس الموجوده في وراء رقبه الطفل بتختفي. تمام، لو كانت النكه الترانسلوسنسي ميجرمنت احنا بنشوفها على التشارت من مليمتر وبنحولها لبرسنت او سنتايل حسب العمر اللي احنا قسنا فيه وبنشوف الجداول. والله لو كان اعلى من 95 سنتايل بهاي الحاله بنعتبره اب نورمال او ثيك نكل ترانسلوسنسي. طيب بالمليمتر قديش؟ النورمال لحد 2 مليمتر. ال 2 مليمتر تعادل في السنتايل 95%، فصفت عندي فوق ال 95% هذه اب نورمال. 99 مثلا اللي هي 3.5 مليمتر، ف 3.5 مليمتر هاي اسوسييتد مع داون سيندروم اللي هي من 2 ل 3. فوق ال 3 اللي هي 3.5 4 5 هاي يوجوال بتكون تيرنر سيندروم. فصفت عندي الثيكنس او السنتايل تبعت النكل ترانسلوسنس اللي طلعت بتعطيني انديكيشن شو الابنورماليتي اللي عند الطفل. طبعا كل ما زادت النكل ترانسلوسنسي كل ما زاد الريسك يكون في عندنا انيبلويدي ستراكشرال انوميليز اور جينيتك سيندروم. حلو، هاي اللي احنا حكيناها ال 99 سنتايل هي بالف مليمتر تقريبا 3.5 مليمتر، وال 95 سنتايل تعتبر نورمال، هي الابر ليميت للنورمال اللي هي 2 مليمتر. بعد ال 2 مليمتر هذا اب نورمال، اجباري اب نورمال، ولازم نسوي دايجنوستيك تولز اللي هو عن طريق الكوريونيك فيلا سامبلينج او امينيوسينثيسز ونشوف شو مع الطفل. مثلا يوجوالي لو كانت من 2 ل 3 بتكون داون سيندروم 2 ل 3 مليمتر طبعا الثيكنس، واذا كانت 3.5 4 5 بتكون تيرنر سيندروم يوجوالي. هي هاي اللي احنا كنا نحكي عنها، هذا اللي هو ميد ساجيتال سيكشن. الميد ساجيتال سيكشن شاف لنا انه هاي رقبه الطفل، هاي المنطقه السوداء ما بين اللي هي السكن والسب كوتينيوس تيشو، بنشوف الثيكنس تبعتها النورمال لحد 2 مليمتر. هي خلصنا من الفحوصات اللي ممكن نسويها بالفيرست تريمستر. نيجي على السكند تريمستر، في عنا اربع فحوصات وكلهم عن طريق الدم. بناخذ ماتيرنال بلاد سامبل وبنشوف فيها اربع شغلات بنسويها ما بين الاسبوع ال15 لل18 من الحمل، وممكن نوصلهم لحد ال22 اسبوع ممكن يعني انه نسوي هذا الفحص. شو بناخذ عينه عشان شو؟ ال HCG، يعني ال HCG مشترك في ال first trimester والsecond trimester، inhibin A alpha fetoprotein unconjugated estriol. دائما ال alpha fetoprotein وال unconjugated estriol بقلوا، لو كان abnormal بقل. فصفت عندي انا بعتمد على ال HCG وال inhibin A عشان افرق ال abnormality عن بعض بس. هل لو فرقناهم عن بعض هذا بعطينا انديكيشن انه احلف يمين انه عند الطفل الاختلال اللي احنا شكينا فيه؟ الجواب لا، ما بقدر احلف يمين الا عن طريق الكونفورماتوري تيست اللي لازم اسويه بعدين. في حالات الداون مثلا ال HCG والانهيبين A بيصير الضعف، والالفا فيتوبروتين واليو اي اي واليو اي 3 بيكون زي ما اتفقنا انه بقل. قديش الديتكشن ريت؟ 80%. فصفى عندي ديتكشن ريت في السكند تريمستر اقل من ديتكشن ريت في الفيرست تريمستر. ولكن لو سوينا كومبينيشن ما بين الميجرمنت اللي بنسويها في الفيرست والسكند تريمستر بوصل الديتكشن ريت ل 95%، فبتكون النسبه عاليه كثير. هذا اللي احنا اتفقنا عليه، هاي الفحوصات في الفيرست تريمستر، هاي الفحوصات بالسكند تريمستر اول اربعه. زي ما اتفقنا اللي هو الفا فيتو بروتين واليو اي اي دائما بقلوا، بس بضل عند ال HCG وال inhibin A. في الداون سيندروم بيزيدوا الضعف، ال PAPPA اللي سويناه بالفيرست تريمستر بقل للنص، وال HCG كمان بيزيد الضعف. انتجريشن تيست هو عبارة نفس الشرح اللي شرحناه قبل شوي بس كومبينيشن. فبنسوي كومبينيشن ما بين فحوصات الشهر الأول الفيرست تريمستر والسكند تريمستر. شو بعطينا؟ ديتكشن ريت اعلى، ممكن توصل ل 90% زي ما حكينا قبل شوي. شو الايجابيه تبعتها؟ انه لما يكون اكويفوكال ديتكشن ريت بهاي الحاله احنا بناكد السكريننج تيست،
شو سلبيتها؟ انه لازم اسوي سيريال ميجرمنت في الفيرست ترايمستر والسكند ترايمستر، فصفى على الاقل الست لازم تجيني مرتين عشان اقدر اكمل التست كامل واطلع النتيجة، فانه باخذ فترة طويلة. زي ما اتفقنا من البداية بنقسم لفول انتجريتد تيست انه بيشمل السبع فحوصات كاملة، الثلاثة بالفيرست ترايمستر والاربعة اللي موجودات في السكند ترايمستر، او بنسوي السيرم انتجريتنج تيست اللي هو بس فحوصات الدم بنسوي، اللي هم ست فحوصات ما عدا النقل الترانسلوسنسي ما بنسويها. في عنا فرق ما بينهم؟ ما لقوا انه في فرق كتير ما بينهم بالنتائج، ولكن الاختلاف انه ما بنسوي فحص للالتراساوند فقط لا غير. تمام، هيك خلصنا احنا من الفحوصات السكرينينج. نيجي هسه على اشي اسمه سيكوينشيال تيست. سيكوينشيال تيست انه بنسوي فحوصات فقط في الفيرست ترايمستر، اتفقنا؟ طيب شو بنسوي في الفيرست ترايمستر؟ بنسوي اللي هو السكرينينج تيست اللي اتفقنا عليه. بنبلش اول بارت اللي هو الثلاث فحوصات ال HCG، بنسوي ال APA ال PA PPA، وبنسوي النكل ترانسلوسنسي كسكرينينج. لو كان عندي abnormal بنسوي diagnostic test اللي هو chorionic villus sampling. فمن هاي اول معلومه لازم نعرفها، انه chorionic villus sampling يتم عملها بال first trimester بأي أسبوع؟ ما بين العشرة للأربعتاشر أسبوع. ما بسويها قبل العشرة وما بسويها بعد الأربعتاشر، اتفقنا؟ هدول التست اللي هو CVS اللي هو Chorionic Villus Sampling يسبقه الـ First Trimester Combined Test بنسميه Sequential Test، تمام؟ خليني أكتبها بس هاي. تمام، نيجي هسه على الكونتينجنت تيست اللي هي الفحوصات المشروطة. هنقسم الستات لثلاث مجموعات، اللي هي عندها هاي ريسك انها تيجي في عندنا كونجينيتال كروموزوم الانوملي اللي هي داون سيندروم، انترميديت ريسك ولو ريسك. الهاي ريسك بيكون نسبة حدوث داون سيندروم اكثر، واحد لكل 50 كيس داون سيندروم، ولازم نسوي انفيسيف برينيتال دياجنوسيس اللي هو عن طريق السي في اس بالفيرست ترايمستر. لو كانت لو ريسك اللي هو واحد من كل 2000 ست بريجننت ممكن يصير عند واحده منها داون سيندروم، بهاي الحاله مو شرط انه نسوي كونفورماتوري تيست، خلص انه بنعتبر النتيجه نيجاتيف وخلص. بينما لو كانت انترميديت تيست بنضطر نسوي السكند ترايمستر الكوادرابل تيست، وبناء على نتيجة الكوادرابل تيست بنشوف هل بدنا نسوي كونفورماتوري تيست ولا لا. فصفت عندي انا بقسم الستات لثلاث مجموعات اعتمادا هل بلزمني اسوي كونفورماتوري تيست ولا لا. كونفورماتوري تيست باكد عند الستات اللي عندها فرصة حدوث الداون سيندروم عالية، بينما اللي ما بضطر اللي بتكون نسبة حدوث داون سيندروم قليلة، بهاي الحالة ما بضطر اسوي اديشنال ورك اب. لو كانت intermediate risk بس بكمل الفحوصات السكرينينج للآخر، ولو كانت high risk النتيجة النهائية بدخل وبسوي الـ diagnostic أو confirmatory test. خليني بس أكتبهم. تمام، النيجاتيف تيست زي ما حكينا انه بيكون في انه البيشنت ريسك اوف هافينج ا بيبي وذ داون سيندروم بيكون اقل من الكت اوف بوينتس اللي هو واحد لكل 250 حاله، او من كل واحد لكل 250 ست حامل. ولكن معنى النيجاتيف تيست هذا لا يستثني انه الست تكون حامل بداون سيندروم، بس لكن نسبه حدوثها بتكون قليله. نيجي هسه هذا الدياجنوستيك، نيجي هسه على الجزء الثاني من المحاضره، الدياجنوستيك تول.
أو بنسميه confirmatory test. تمام؟ هذا الconfirmatory test متى بنسويه؟ زي ما حكينا من بين الأسبوع 10 لـ 14. ممنوع أسويه قبل 10 لأنه في عنا risk إنه يصير عنا spontaneous miscarriage أو limb reduction defect. بعد الـ 14 بيكون في إن الأفضل من الكوريونيك بلا السامبلينج إني أسوي amniocentesis. فالأمينيوسينتيسيس بنسويها بعد الـ 14 أسبوع. تمام؟ ليش؟ لأنه الأمينيوسينتيسيس بعد الـ 14 أسبوع يعني من 15 وطالع، من 15 ل 18، بهاي الحالة بتكون أسهل، بتكون comfortable أكثر للبيشنتس، وكمان بالمشاكل اللي تبعت الكورونيك فيلا سامبلينج مقارنة في الأمينيوسينتيسيس بتكون بالأمينيوسينتيسيس أقل مشاكل. كيف ممكن أسويها؟ ممكن أسوي أخذ عينة الأمنيون الفيلوس يعني عن طريق أبدومينال ترانس أبدومينال يعني من قدام، أو أسويها ترانس سيرفايكل. بيعتمد على مكان البلاسينتا، لو كانت البلاسينتا جاي من قدام بنسوي ترانس أبدومينالي أحسن، لو كانت لورا فبنسوي ترانس سيرفايكل. بس مين الأفضل بالنهاية؟ إني أسوي ترانس أبدومينالي بشكل عام. ليش؟ لأنه فرصة حدوث مسكرج بتكون أقل بالترانس أبدومينال. شغلة فرصة حدوث بليدينج الإيرلي بريجننت بليدينج بتكون أقل، إنفكشن فرصة حدوثها بتكون أقل. شغلة تانية إنه يصير في إنه مالتيبل إنسيرشن للنيدلز بتكون أقل، والشغلة الأخيرة إنه سكسسفول سامبل إنه نحصل على عينة كافية من أول مرة بتكون أعلى في الترانس أبدومينال مقارنة في الترانس سيرفايكل. قديش الأديكوت سامبل؟ لازم تكون 5 ميلي جرام من التشو. تمام، هذا اللي احنا حكيناه انه اتليست 5 ميلي جرام من الفيلوس تشو لازم عشان اقول انه هاي أديكوت سامبلينج. بعد ذلك طيب اخذت العين شو هدي اعمل فيها؟ لازم اسوي كاريو تايبينج. كاريوتايبينج في عنا طريقتين، إما نسوي الكاريوتايبينج من بلاد سامبل وهذه مش معمولة، مش موضوعنا هسا، أو إنه أخذ عينة من السي في إس أو الأمينيوسينتيز اللي هنشرح كمان شوي، وهاي عبين ما الخلايا تنقسم وألقط الميتافيز بالزمني فترة طويلة من 7 إلى 10 أيام. أعيد اللي حكيته مرة تانية، أخذت عينة من الفيلوس الكوريونيك فيلاي سواء كانت انتيرير او بوستيرير. والله كيف الطريقه اللي اخذت فيها؟ كانت سي في اس اللي هي طريقه الكوريونيك فيلا سامبلينج. تهاي بهاي الحاله انا عبين ما بدها تطلع النتيجه قديش بدي استنى وقت؟ بدي استنى 7 إلى 10 ايام. ليش؟ لانه الميتوتيك ديفيجن بيكون قليل، بيكونش سريع. بهاي الحاله عبين ما بدي اسوي اناليسز للخلايا لازم يكون الاناليسز في الميتافيز، بالطور الميتافيز، الانقسام الميتافيز او الاستوائي خلينا نحكي، عشان بيكون الكروموسومات واضحه وممكن اشوفها بكل جيلي وبقدر اني اسوي ديفرنشال على السريع. فبما انه الانقسام بطيء وبياخذ فتره طويله فبيكون العينه عبين ما تطلع بدها وقت اطول من 7 إلى 10 ايام. هاي اللي احنا حكيناها، لو كانت انتيريور كوريونيك فيلاي بنسوي ترانس ابدومينال، ولو كانت بوستيرير كوريونيك فيلاي الافضل نسوي ترانس سيرفايكل. بس بشكل عام مين افضل؟ اللي هو ترانس ابدومينالي. شو الكومبليكيشن؟ اللي هو يصير عندنا مسكارج اللي هو فيتال لوس، بيصير اللي هو ميست مسكارج بنسميه، اللي هو ماتيرنال سيل كونتامينيشن، ممكن يصير في عندنا فيتو ماتيرنال هيموريج وبهاي الحالة انديكيشن نعطي انتي دي، وممكن يصير فينا رابتشر اوف ممبرين. نيجي هسا على الطريقة الثانية الامينيوسينتيسيس. الامينيوسينتيسيس عشان اسويها بسويها بعد ال 14 يعني من الاسبوع 15 لل 17. طيب ليش ما بسويها قبل؟ خطر حدوث المسكرج. فصفت عندي انه دياجنوستيك تولز انا محكوم بفحوصات معينة ما بقدر اني اغيرهم. لو كنا بنحكي بالفيرست ترايمستر لحد ال 14 اسبوع بنسوي سي بي اس ولازم تكون بعد الاسبوع العاشر. لو كنا بنحكي من 15 ل 17 اسبوع امينيوسينتيسيس ما بقدر اسوي سي بي اس. تمام؟
أنا عشان قاعد بكتب الملاحظات اللي بحكيها، فلهيك باخذ بريك. أوكي، شو الأسباب الداعية إني أسوي أمينيوسينثيسيس؟ الأمينيوسينثيسيس شو الفكرة؟ بجيب نيدل طويلة بدخلها على الأمينيون عن طريق الترانس أبدومينالي، وباخذ عينة من السائل حوالين الجنين فقط لا غير. أول إشي الأهم شغل اللي هو Perinatal Genetic Diagnosis، فإحنا قاعدين بنسوي Confirmatory Test، وهذا يسبقه زي ما اتفقنا Screening Test. الشغلة الثانية Assessment للـ Fetal Lung Maturity، وهسا بطلنا نستخدمها للـ Fetal Lung Maturity، إحنا بنعطي لكل الأطفال اللي هو كورتيكوستيرويد. ولو كنا بنحكي عن مراكز طبية كويسة ومستشفيات Advanced، في عندنا جهاز زي أشعة بيكون لونه أزرق بنحطه على بطن المريضة، بنشوف صدر الطفل وبنشوف اللانج شو أخبارها، هل هي ماتشور ولا لا. Evaluation للفيتس for infection، صار فينا infection للفيتس ولا لا. بالوقت الحالي أهمية الأمينيوسينثيسيس من كل هدول هن أول واحدة اللي هي Perinatal Genetic Diagnosis والEvaluation للفيتال infection. طبعا زي ما احنا حكينا في غيرها اللي هو fetal lung maturity, hemolytic anemia, blood and platelet types, hemoglobinopathy و neural tube defects. زي ما اتفقنا بنسويها ما بين الاسبوع 15 لل 17. ليش ما بنسويها قبل ال 15؟ لانه في عندنا risk للمسكرج وفي عندنا another complication. خلينا نفرق ما بين الأمينيوسينثيسيس والأمينيوريدكشن. أمينيوريدكشن أخذناها في محاضرة البوريهيدرامينس اللي هو بالشابتر الأول الكولكشن، المحاضرة الثانية أخذنا إنه من ضمن الإجراءات اللي ممكن أقلل من خلالها حجم السائل حوالين الطفل اللي هو نسحب من السائل، هذا بنسمي هاي العملية أمينيوريدكشن، فهو ريموفال للإكسس أمينيوتيك فلويد. متى بنستخدمها إنديكيشن لإلها؟ في الـ TTS اللي هو 20-20 Transfusion Syndrome، أو في حالة اللي هو Symptomatic Polyhydraminous أو Idiopathic Polyhydraminous، وبنستخدم الأمينيو Reduction. هذه هي الإبرة اللي احنا حكيناها Transabdominally، وبناخد عينة من السائل حوالين الجنين، طبعا تحت الالتراساوند جايدد عشان ما نأذي الطفل، انه ممكن نسوي سكالب نخدش جزء من الطفل وهيك. شو الكومبليكيشن اللي ممكن تحدث نتيجة الامينيوسينثيسيس؟ انه يصير فينا ليكج للامينيوتك فلويد، ممكن يكون دايركت فيتال نيدل انجري، انه النيدل تدخل في الطفل وتسوي دايركت انجري للطفل. ممكن فيرتيكال ترانسميشن يكون استيرايل تكنيك مش استيرايل، وبنفس الوقت تنقل هي بكتيريا للطفل. ممكن ان يصير في عندنا انيكوليشن عن طريق الباول فلورا، ننقل الفلورا من المكان الطبيعي لمكان اللي هي الامنيوتيك فلويد وتسوي اللي هو انتريوتراين انفكشن، وممكن تؤدي الى شوك، وممكن يؤدي الى حدوث بريجننت لوس. تمام، نيجي هسه على الكاريوتايبينج. الكاريوتايبينج كيف بنسويه؟ طبعا خلينا نعرج على الأمينيو وينها. الأمينيوسينثيسيس لما ناخذ عينة من السائل حوالين الجنين لازم خلال 48 ساعة نزرع العينة ونراقبها عبين ما يطلع الميتافيز، وبعدين تطلع النتيجة. هاي الفترة بتاخذ من 7 ل 10 ايام، نفس فكرة السي بي اس. نيجي هسه على الكاريوتايبينج. الكاريوتايبينج بالنهاية كمحصلة بندرس فيها الخلايا تبعت الجنين. بندرس الخلايا تبعت الجنين اللي حصلنا عليها من وين؟ من الأمينيوسينثيسيس من الأسبوع 15 لل 17، السي في اس اللي هو من الأسبوع 10 لل 14، أو عن طريق الفيتال بلاد سامبلينج، وبناخد عين من الفيتال بلاد وبنسوي كاريوتايبينج لإلها. مين أسرع واحدة من هدول الثلاث؟ إنه نسوي فيتال بلاد سامبلينج. ليش؟ لأنه الفيتال بلاد سامبل بيكون في عندنا الميتوتيك ديفيجن بيكون سريع، فالخلايا بتنقسم بسرعة، وبالتالي بقدر ألقط الميتافيز بسرعة، فبتصفي العينة حتطلع النتيجة تبعتها خلال 48 ساعة. بينما لو كانت العينة من السي بي اس أو الأمينيوسينثيسيس عبين ما أزرع العينة ويصير الميتافيز بده ياخذ لك 7 ل 10 أيام. فهي فرقنا من الوقت اللي كل عينة ممكن من خلالها نسوي كاريوتايبينج. تمام،
هذا يعد diagnostic test اللي احنا حكينا عن karyotyping. نيجي هسه على الفيش تكنيك. الفيش تكنيك تعد screening ولازم بعديها نسوي اللي هو cytogenic analysis عن طريق الكاريوتايبنج اللي أخذناه بالثلاث طرق اللي حكيناهم قبل شوي CBS, amniocentesis أو fetal blood sampling. الفيش بهاي ما بقدر أعتمد عليها في التشخيص لأنه false positive ممكن يحصل وهو screening test مش diagnostic. فلازم أسوي بعد ما يطلع abnormal fish test لازم أسوي شو اللي احنا حكيناه اللي هو cytogenic analysis اللي هو الكاريوتايبينج عن طريق CVS, amniocentesis أو fetal blood sampling. خلصنا هيك احنا المحاضرة باعتبار نيجي بس نعرج على كم من موضوع اللي هو neural tube defects. neural tube defects يعد second most prevalent congenital anomalies after cardiac malformation. أكثر malformation بيعاني منها الأطفال ككونجينيتال اللي هو أمراض القلب بعد ذلك neural tube defect, ولكن ككروموزومال anomalies بنحكي داون سيندروم. شو سببها؟ بيكون عندنا neural tube ما سكر. طيب بالعادة متى لازم development of the neural nervous system؟ بيكون خلال أول 3-4 أسابيع من الحمل. طبعا بنقسم النيورال تيوب ديفكتس, اما يكون الفتحه فوق اللي هو في الدماغ كرينيوم بنسميها, او بتكون الفتحه تحت في في السباينال كورد بنسميها سباينال ديفكت. تمام. الموست كومون تايبس من النيورال تيوب ديفكت انسيفالي, انسيفالوسيل وسباينا بيفيدا. عاده السباينال تايب بيكون اسوسييتد مع سيريبرال فينتريكولوميجالي, بيكون في عندنا تضخم في التجاويف الموجوده داخل الدماغ. في تقسيم تاني بنقسمهم لأوبن وكلوزد. هل السكن حوالين الفتحة مسكر ولا فاتح, إنه الانفايرمنت فاتحة على الحبل الشوكي مباشرة, فالنيورال تيشو بتكون كلوزد ولا نانت كلوزد. إذا كانت إكسبوزد بنسميها أوبن, وإذا كانت نان إكسبوزد بنسميها كلوزد. الأوبن عادة بتحدث فوق وتحت, والكلوزد بس بتحدث في السباين. شو الإتيولوجي؟ ما في سبب معين يكون له علاقة مباشر للنيورال تيوب ديفكت, فبيحكوا لك مالتي فاكتوريال هو. طيب شو الأشياء اللي بتزيد من فرصة حدوثه؟ إن أديكويت فوليد, لذلك إحنا الستات بنعطيها فوليك أسيد سبليمنت, أو إنها بتأخذ فوليك أسيد أنتاجونيست زي ميثوتروكسيد أو الأمينو بترين, أنتي إبيليبتيك دراج بالماتيرنال دي أم, أوبيزيتي ممكن الأمينيوتيك بانز يكون في عنا هيك فايبرس تيشو داخل الامنيوتيك فلويد, وبالتالي بتعيق تطور الطفل وبالتالي الجهاز العصبي ما بيكتمل وبتكون فيه فينا فتحة. هايبرثيرميا يكون درجة الحرارة داخل الامنيوتيك فلويد أعلى من المطلوبة أو اللي بيصير في عنا أورجانوجينيسيس عليها. السكرينينج, كل الستات لازم نسوي لها سكرينينج للنيورال تيوب ديفكتس وبعتمد على الريسك فاكتور. والله كيف طرق السكرينينج؟ إما بنسوي عن طريق الألتراساوند إكزامينيشن أو عن طريق الميجرمنت للألفا فيتو بروتين. طبعا الألفا فيتو بروتين إنه أشخص فيها أو أسوي سكرينينج للنيورال تيوب ديفكت بطلناها زمان, فصفى عندي السكرينينج البست سكرينينج أند دياجنوستيك اللي هو الألتراساوند إكزامينيشن, هو سكرينينج تيست, وبنفس الوقت بقدر إنه أحلف أسوي كونفورميشن من خلاله كمان, يعني 2 في 1. طيب الترانسفاجينال التراساوند اللي انا بسويه عشان اسوي النيورال تيوب ديفكت, شو بلاحظ خلال الفيرست ترايمستر؟ خلال الفيرست ترايمستر بشوف الانسيفالي فيرست يعني الراس, السكند بننزل لتحت فبكون سباينا بيفيدا. طبعا الانسيفالي بتكون نسبه ديتكشن للسكند ترايمستر توصل ل 100%, بينما الفيرست ترايمستر لحد 90%. تمام. بينما السباينا بيفيدا نسبة انه القطها بالفيرست ترايمستر بتكون قليلة مقارنة بالسكند ترايمستر. فهمناها كيف؟ يعني الديتكشن انسيفالي بالفيرست ترايمستر توصل ل90%, بالسكند بتوصل ل100%. السباينا بيفيدا بالفيرست ترايمستر بتكون قليلة اقل من 50%, بالسكند بتوصل ل90-95%. هذا اللي هو الالفا فيتو بروتين احنا بطلنا نستخدمه.
وما في داعي نشرحه بصراحة. نيجي هسه على الكونجينيتال انوميليز. الكونجينيتال انوميلي حنقسم شو الاختلالات اللي ممكن ألقطها خلال الفيرست ترايمستر والسكند ترايمستر. الديتكشن ريت بوصل ل 50%، يعني ممكن طفلين ينولدوا واحد منهم بلقط الكونجينيتال انوميلي تبعته والثاني ما بقدر ألقطه، والرينج مختلف من 0 ل 100 حسب نوع الكونجينيتال انوميلي، ولكن اوفر اول 50%. تمام لهسه؟ حلو. شو الاشياء اللي ممكن ما ألقطها؟ زي الرينال ايجينيسيس، اقل من 50% من حالات السباينا بيفيدا يتم لقطها خلال الفيرست ترايمستر وحكيناها قبل شوي. اكثر من 50% من حالات الانفالوسيل الجاستو سكيسز اللي هي بيكون في عندنا ابدومينال وول ديفكت تترولوجي اوفالوتي بنلقطها بالفيرست ترايمستر. انينسيفالي 100% 90% هي بالحقيقه من حالات الانينسيفالي يتم لقطها بالفيرست ترايمستر. تمام. بالسكند ترايمستر شو هذا اهم فحص بالالتراساوند او الكونجينيتال انوميلي اللي انا بدي اسويها، فالديتكشن ريت بيكون كتير عالي، ممكن يوصل ل 70%. نفس الابنورماليتي زي مثلا السباينا بيفيدا، لو سوينا فحص سكريننج بالفيرست ترايمستر عن طريق الالتراساوند اقل من 50% من حالات السباينا بيفيدا بلقطهم، بينما نفس الكيس اللي انا بدي اياها اللي هو سباينا بيفيدا بالسكند ترايمستر الديتكشن ريت بوصل ل 95%. فصفت عندي اهم شيء بالكونجينيتال انوميلي كسكريننج لو بدي اسوي بس مره واحده اسويها في السكند ترايمستر، لانه الديتكشن ريت بيكون اعلى، وهذا الريكومنديشن بيكون دان للاوري بريجننت وومن. عشان ما اصدم زي ما احنا حكينا ليش انه لازم اسوي السكريننج، زي ما احنا حكينا عشان ما اصدم المره ولعشان اعرف المكان اللي الست لازم يتولد فيه. نيجي هسه على السوفت ماركرز. السوفت ماركرز بيكون سوينا التراساوند وبنفس الوقت ما اعطتني كلير فايندينج انه والله عندنا نوع معين من الاختلالات. تمام. ممكن يكون associated with normal fetus انه ما يكون عنده اي abnormalities. شو هم السوفت ماركرز اللي احنا بتهمنا؟ اول شيء النكل translucency يكون increase، اما nozzle bridge او nozzle bone مش موجود، echogenic bowel، ممكن hydronephrosis، bioluctasis، ويكون عندنا long bone قصير، intracardiac foci hypogenic، وعندنا كورويد بلكسس سيست. يعني احنا كنا قاعدين نحكي انه السوفت ماركرز تشمل النوز باول الكيدني، تشمل اللونج بون الكاردياك والكورويد بلكسس. هذا احنا حكيناه النكل فولد بداية المحاضرة او النكل ترانسلوسنسي. نيجي هسه على اي شيء طازة لساته اندر ريسيرش ولسه الاشياء مش بكل اللابس متوفرة، بنسوي فري سيل نيوكليك أسيد. شو الفكرة منه؟ بناخد عينة من دم الأم، وجدوا إنه دم الأم يحمل حمض نووي للجنين اللي هي حامل فيه وللأجنة اللي حملت فيهم قبل. اتفقنا تمام هسه؟ فممكن أخد عينة من الأم وأشوف الفيتال نيوكليك أسيد، يعني بيكون عبارة عن حمض نووي مش خلايا بس حمض نووي. بما أنه للحمل الحالي أو الأحمال السابقة هنقسم السيل فري نيوكليك أسيد لنوعين، إما انتاكت فيتال سيل وهذا بيكون لكل الأحمال اللي حملتهم سواء الحالي واللي قبل، فصفت أي طفل حملت فيه منلاقي انتاكت فيتال سيل في دم الأم بيصير. هل هذا سبيسيفيك للبريجننت الحالي؟ الجواب لا، فما بقدر اعتمد عليه للتشخيص. الشغلة الثانية في عندنا فيتال سيل فري نيوكليك أسيد، هذا فقط خاص بالحمل الحالي، وبعد ما يخلص الحمل الفري سيل فري نيوكليك أسيد بيروحوا مع الحمل الجديد
بيصير في عندنا نيوكليك أسيد للحمل اللي صار جديد، يعني بيكون بس نيوكليك أسيد ماشي بدون خلايا، فهذا سبيسيفيك أكثر من الانتكت فيتال سيلز. ممكن عن طريق اللي هو سيلي فري نيوكليك أسيد منقسم لنوعين، اللي هو سيلي فري دي ان اي والسيلي فري ار ان اي. السيلي فري دي ان اي بيكون ممكن نسوي ناخذ العينة ونسوي ديتكشن لإله ايرلي على الفيفث ويك، يعني في الأسبوع الخامس، وممكن لحد الأسبوع التاسع. بينما الار ان اي ما بقدر أسويه بدري، بسويه متأخر، يعني بعد الأسبوع السادس ما بقدر أبلش في الفحوصات إني أسويه الـ RNA. فالـ DNA ببلشه من الأسبوع الخامس، بينما الـ RNA من الأسبوع السادس. شو الـ Diagnostic Application اللي ممكن نستفيد منها من خلال هذا الفحص؟ إنه نشوف الـ Autonomal Aneuploidy، بنشوف الـ Down Syndrome، ترايزومي 18، ترايزومي 13 اللي إحنا بنعرفهم، اللي هو 21 و18 و13 اللي هم الترايزوميز اللي ممكن الطفل يولد. الشغلة الثانية sex determination، بنحدد 100% جنس الطفل على الأسبوع العاشر، وزي ما اتفقنا هذا شو screening test مش diagnostic. خلينا نكتبها، يعد screening test. الشغلة الـ Rh type إنه هل Rh negative و positive سواء كان للطفل ولا الفيتس، و sex chromosomal aneuploid اللي احنا حكيناها قبل شوي، بالإضافة دخلوا عليها D. George syndrome ودخلوا عليها Duchenne muscle dystrophy. هيك بنكون احنا خلصنا المحاضرة، شرحناها بكل لزازة وكياته، يا رب تكون مفهومة. أي سؤال أي استفسار بعتولي، ويعطيكم ألف عافية في أمان الله.